محافظ صلاح الدين يقرر إزالة التعارضات عن خط السكة الحديدية. ارتياح شعبي في بيجي لتوقيتات إنجاز المشاريع الخدمية. الحكومة تقرر إغلاق ملف النزوح في مخيمات كردستان بتسهيلات مالية وأمنية واجتماعية هي الأولى من نوعها منذ 10 سنوات. السوداني يهنئ المنتخب العراقي بالفوز على فيتنام، والعراقيون يحنون إلى تكرار تجربة 2007 والفوز بكأس آسيا. توافقات رئاسة البرلمان تنتظر قرار المحكمة الاتحادية، ومجالس المحافظات على صفيح سياسي ساخن من البصرة إلى نينوى.